ونروح مع حضراتكم لشرم الشيخ واخبار اقتصاديه اجتماعات مجلس محافظي البنوك الافارقه. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال ان مصر بدات برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي بيمهد لنمو اقتصادي حقيقي. رئيس الوزراء رحب بمحافظي البنوك المركزيه الافريقيه وكمان ممثلي المنظمات الدوليه والاقليميه اللي بيشاركوا في الاجتماعات السنويه لمجلس محافظي جمعيه البنوك المركزيه الافريقيه واللي بتستضيفها مصر لأول مرة، وبتعتبر أحد أهم وأبرز الأحداث اللي موجودة في على مستوى القارة الإفريقية. اللي الدكتور مصطفى مدبولي قال كمان إن مصر حريصة على المساهمة بقوة في دفع عملية التنمية في القارة السمراء. اسمحونا نتابع جزء من كلمة رئيس الوزراء. مصر ترحب بالتعاون مع جميع أبناء القارة الإفريقية وتدعم بقوة كل مبادرات الاتحاد الأفريقي وجميع المؤسسات الإقليمية الأفريقية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول القارة وتشجع نموها الاقتصادي، وذلك انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية التعاون والتكامل بين دول قارتنا الأفريقية الغنية بإمكانياتها ومواردها البشرية والاقتصادية، وبقدرتنا معا على تحقيق تطلعات شعوبنا والانطلاق نحو آفاق جديدة من النمو والرفاهية. إنني أتمنى لكم كل التوفيق في أعمال الاجتماعات السنوية 41 لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية، والتي تصادف احتفال جمعية البنوك المركزية الأفريقية بمرور 50 عاما على تأسيسها، وإنني على ثقة أن هذه الاجتماعات ستحقق إضافة فاعلة ينعكس أثرها الإيجابي على جميع دولنا الأفريقية. وأؤكد لكم أنكم ستجدون مصر دائما وكما عهدتموها داعما قويا لكافة القضايا الإفريقية المشتركة، ولاعبا فاعلا في تحقيق النمو والاستقرار لأشقائنا في أفريقيا. تحيا مصر وتحيا أفريقيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.